في حياتي. شهرزاد كراشني راهي معنا، حب تطرح سؤال. ماشي سؤال، انا نظن باللي نسينا، ممكن نسينا عضو في هذا الموضوع. القطاع العام على بالنا بلي يبذل جهد، شفناه وقرينا بامال دارتيكل على لي زانفستيسمون اللي يمين داروا في هذا القطاع، والمواطن عنده مسؤوليه صح، بصح انا نظن باللي القطاع الخاص هو ما لازمش نساوه ثاني، لانه يقدر يساعد المواطنين نوتامون. كاين في دي بروجي، في دي ستارت اب، في دي زيدي. نعطيكم برك انا ان اكزومبل، لا ولايه دالجي كانت عندي اون ايدي اللي عندها علاقه مع البيئه، ورحت لا ولايه واستقبلوني، مستشاره الوالي استقبلتني وسمعت بالفكره وتكلمنا عليها، ورانا نسيو ونديروها ان شاء الله. دوك انا نظن باللي القطاع العام او حل الباب. أنا هذه التجربة تاعي. المواطن لازم يشوف بلي هذه المسؤولية قريناها، يعني ماشي حاجة قريناها في المسيد، قريناها من ناحية الأخلاق، من ناحية الدين. دوك جو بونس كو كل واحد لازم يبدا من جهته، وكاين القطاع الخاص الثالث على بالكم بلي الجزائر الدور تاعو. الجزائر وبالك راني غلطة، مي على حسب واش راهم يقولوا الخبراء، الجزائر تنتج 616 مليون طن نفايات في العام. 13 مليون طن. 13 دونك فوالا، يعني زدت شويه هذيك تاع اللي ما حسبناهاش. 13 مليون طن سنويا، بما فيها اكثر من 50% سي اورغانيك، يعني الماده العضويه، 32% عباره عن بلاستيك، و 13% هو عباره عن كرتون. بالنسبه للخاص انا نزيد لك كلمه برك حاجه، علاش راني نهضر على هذا الرقم هذا اللي 13 تقريبا، اكثر من 13 مليون طن. هو انه توجور على حسب الخبراء، هذا عباره عن ان بوتنسيال دو 500 مليون دو دولار اللي نقدروا نخدموا عليهم، اللي راهم رايحين هكذا كالكو بار. قيمه كبيره. اكزاكتومون. وعندك باغ اكزومبل ناخذوا 37 مليار دو دينار باغ ان. غادي اون دينار اكزاكتومون. ولو كان تشوفوا كاين دي زيكزومبل باغ اكزومبل في نيجيريا، وين في ليغوس، سي اون كروند فيل تما، وين سي دي جون اللي عندهم اون ستارت اب، وين الناس عندهم دي بوان كيتجمعوا نفايات ويعاودوا يمدوهم لهاد لونتربريز هادي لا ستارت اب باش تعاود تبيعها لي زونتربريز دو ريسيكلاج. دوك تشوفوا باللي منها نهاية المطاف هي حلقه لازم تنخلق وتندار. اكزاكتومون. محمد سيدمو. سيد الوزير مرحبا بك. انا قادني الفوق.